تسليم المشعل للشبان بتاع ترجرف التونسي كل من الإدارة والإطار الفني بالنسبة لي أنا بيت أمر ضروري. لازم الإطار الفني والإدارة تركز عليهم، خاصة عند وجود جوارات ينجموا يفتوا رواحهم، ينجموا يفتوا بلي هما في قيمة الترجي، ينجموا يصنعوا حاجة كبيرة، ينجموا يقدموا خدمة باهية. المهم أعطيهم الفيقة برك، كيفاش علاش كيفاش لازمنا نتعامل معاهم الشبان هذوما، كيفاش نعطيهم الفرصة نتاعهم، وكيفاش ندز معاهم القدام. هذا هو باش تحكي عليه في الفيديو هذا. عسلامة، مرحبا بكم كشخين الكل. كما قلت لكم في أول الفيديو، هذا هو الموضوع بالنسبة لي أنا. فما برشا جوالات حقيقة كبروا، فما برشا جوالات تعبوا على المريول، عرقوا، يعطيهم الصحة، قدموا إضافة كبيرة ياسر، عاونوا الإسبرانس، وخاصة أفدوا باللي هما ولاد الترجي وفي قيمة الترجي. أما باللي باش يكون فما جوالات فتية أخرى 21 سنة 20 19 18 ينجموا يقدموا لك إضافة خير. مثلا انت حتى لو كان يبدا عندك خبره وعندك وتبدا عندك خبره وعندك مؤهلات بدنيه خير لك ماك 19 سنه و20 سنه، اما باللي باش تكون الكوره عندك باش تعديها لشكون، باش تكون الكوره رزينه خاطر كبرت في العمر. النقص نتاع الجري، النقص نتاع المؤهلات البدنيه، النقص نتاع الفورمه، هذا الكل يصير وقت اللي يكبر. معناها بالنسبة لي أنا، إذا كان ترجرف التونسي باش تواصل كيما المواسم اللي فاتت وحتى الموسم هذايا تواصل باش تقعد كان تحرق الشبان، وأهمهم ماهر بالصغير كان ينجم يقدم إضافة كبيرة للترجرف التونسي، وكان ينجم يساند بالكدا بالكدا ترجي. تقولي أنت موش حاضر، عام عامين ثلاثة سنين معاقبة إصابة مرض بالكورونا، هذا الكل ورجع وترانا وشي هذا الكل، هذا الكل هو ظالم روحه، هذا الكل هو ما يحبش يواصل، هذا الكل هو ما يحبش يقدم القدام. بالنسبه لي انا صحيح ترجرف تونسي ما تقف على حد، اما باللي باش يكون لازمنا نحكيو على غلاطنا. ترجرف تونسي فرطت في مارب صغير، ونقولوا جوار متواضع وترجرف تونسي تنجم تجيب من خير منه، اما باللي باش يكون جوار نتاع 20 ولا 21 سنه وولد لانسبيرونس ينجم يقدم لك اضافه خير من اللي يجيب لك جوار. ما نعرفش انا يجيب لك جوار مثلا من تركيا ولا يجيب لك جوار من برا ما ينجم يعمل لك حتى شيء. معناها الجرينتا والقرحه نتاع جوار نتاع ترجرف التونسي يبدا يلعبها في ماتش مش كيما جرينتا نتاع جوار جاي من ايكيبا لا يعرفها لا تعرفه جاي يلعب وكهو. بالنسبه لي انا اول عبد النجم نحكي عليه اللي هو كوليبالي. كوليبالي الذي قدم لقلعه الامجاد منذ صيف 2014 والذي كانت له محطه صغيره مع استاد اعاره ومن بعد رجع للترجي. بالنسبة لي أنا حقق أرقام قياسية من الألقاب، وهو أكثر محترف نشاطا في البطولة التونسية مع النادي التونسي. كانت عنده صلابة دفاعية وحسن تمركز ولعب أدوار تكتيكية. أما بالنسبة لي أنا منذ موسم 2020 ولا فقي حقيقة، ولا عنده تكسير متاع لعب، معناها اللعب رزن معاه، حلقة فارغة في بعض اللقاءات من خلال أطناب في الاحتفاظ بالكرة، عنده برشا احتفاظ متاع كرة هي اللي تخلي الادفرسير يرجع البلوك متاعه وكل شيء يرجع كما هو. كيف زاد عنده احتفاظ بالكرة فوق اللازم، كيف زاد عنده عدم التسريع في الهجمة أو الرجوع ببطء للتغطية الدفاعية، هذا هو اللي يخلي ترجرف تونسي ماهيش اكيليبري. ما نشكوش في القدرة متاع كوليبالي، أما باللي باش يكون عندنا سيدريك بو. سيدريك بو من أحسن الجوارات اللي نجم يقدمونا لباف، 18 سنة عنده روح الفريق، معناها مازال كيتلعب من الشبان، عطيناه فرصة وقدم إضافة بالكدا بالكدا. وقت اللي أصيب كوليبالي رقيناه موجود، معناها بالنسبة لي أنا حقيقة ينجم يقدم لك إضافة بالكدا بالكدا. بون ما قلناش نحنا ما نكلموش مثلا كوليبالي وإلا ما عادش نلعبوه، نجمو نلقاو له حل آخر. مثلا أنت سامحني كي تلقى لي كوليبالي قولي انت كوليبالي راه ما عادش باش يلعب، شرب سيدريك بو صايي كوليبالي وفات كونتا وفي الكارير نتاعو. نجم نقولوا حاجه اخرى، مثلا نحنا نجم نقولوا المؤهلات، الصلابه الدفاعيه، حسن التمركز، الادوار التكتيكيه، كيفاش يدور الكره، كيفاش يتحرك، كيفاش يحتفظ بها، كيفاش يرزنها، كيفاش يحاول يجبد المنافس ليه، هذايا الكل نجم يعاون به سيدريك بو. معناها بالنسبة لي أنا في عوف يقعد يستنى سيدريك بو لين يصيب، ولا سيدريك بو لين يقوب أغلاط باش هو يفك بلاصتو. بالنسبة لي أنا ينجم يقدم لي فاف، بالنسبة لي أنا ينجم مثلا يقول المدرب الجديد، يقول مثلا الكوليبالي اهتم لي بهذا، الأغلاط الكل اللي يقوم بهم في ماتشوات وإلا اللي ما عندوش الكل وأنت عندك، منهم تنجم أنت تعاون، تنجم أنت تقدم القدام، منها هو ربح ومنها كيف زاد سيدريك بو تعلم أكثر. أنا بالنسبة لي أنا مش إذا كان جوار كبر متاع الإسبرانس ومازال قاعد معناها صايي يخليه واحد داكش الجوار يصيب، لا بديتو كيف واحد آخر. أنا بالنسبة لي أنا كما قلت على كوليبالي وسيدريك بو، نجم نقولو كي نشوفو وسط ميدان عصري فتي سريع مع برونفان ومع الشعلالي، الحمد لله وشكر لله يا رب.
معناها بالنسبة لي أنا مانيش نحكي كان على كوليبالي وتوجي، سامحوني كوليبالي وكبو، نجم زادا نقول في زياد بريمة، نجم زادا نقول فاروق الميموني. بالنسبة لي أنا زادا هفوما زادا زوز نقاط استفهام حقيقة، والله العظيم جوالات بالكدا بالكدا، جوالات تكنيسيان في ساقيهم ينجم يقدموا أكثر ما يمكن من ليفاف، تعبين في الأصاغر مع المنتخب مع الترجي في التونسي، طلعوهم للأكابر ما لقيناهمش موجودين. وقت اللي نجيو باش نلعبوهم نلقاوهم 100% واقفين مع بعضهم و 100% لاباس عليهم. اما ترجي رافي تونسي متعامل كان على الجوارات نتاعها على اساس انس البدري، حمد الهوني، مرمضان الشعلالي، ما نعرفش انا توجي، ما نعرفش هذايا، ما فهمتوش انا شنو اللي تحب توصل للترجي رافي تونسي. نجم نقولوا زاده باللي ترجي رافي تونسي حقيقه اهملت التكوين بتاع الشبان. نجم نقولوا زاده ما دام الترجي الرياضي التونسي ما تعطيش الفيقه وما تعطيش القوه اللي نتاع ما تعطيش القوه للشبان. بالنسبه لي انا حكايه فارغه كان باش تحكي على ايكيبي متوازنه، معناها نجم نقولوا فريق في الانتداب، فريق يعاني من الانتدابات العشوائيه، وقت اللي يبدا عنده الشبان تبارك الله ينجم يقدموا لي ليفافا وينجموا يساندوه. بالنسبه لي انا نجم نقول لك نقطه استفهام كبيره. بون صحيح انا ما علينا من نفايا الكل، اما باللي باش يكون حقيقه نتنجم الشبان بتاع الترجي الرياضي التونسي، وقلتها في اكثر من فيديو، الترجي الرياضي التونسي ما عليهاش فيش انتدابات، ما تجيبش انتدابات، نقول لك هكا من الاخر ما تجيبش انتدابات، تجيب جوار زوز كهو، مش كما السنه خمسه بوستوات في ماتش بركه، من عملك كان انس البدري، ومن عملك كان من عملك كان زاد حمد الهوني كهو، الاربع بوستوات الاخرين تحرقوا عام كامل. معناها زاد نجم نحكيو اذا كنت حبنا نحكيو اكثر تفاصيل على فاروق الميموني، ينجم يقدم لك اضافه خير كيف كيف رايد الفايده، ينجم يقدم لك اضافه خير رايد الفايده، ما ينجمش يكون في بلاصه حمدي النجيز موسم كامل باللي عمل حمدي النجيز من اغلاط، ما نجموش نحطوا رايد الفايده نجموش نحطوا رايد الفايده في بلاصته. كيف 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 النجم نقولوا زاد كي يبدا الدربالي، كي يبدا الدربالي هو حسم في علمه سيد الدربالي الكونترات نتاعو فيه، النجم نقولوا علاش مش الدربالي وقت اللي هو ما يلعبش، وقت اللي هو ما عندوش الفرصه باش يلعب، وقت اللي يرقى حمدي نجاز، وقت اللي يرقى رايد الفيدع، علاش ما نجمش يوجه مثلا؟ هذايا بالحق نجم تكون فكره ماهيش خايبه، جوار كبر في العمر، جوار يستنى، جوار وقت اللي تعيط له اكيبته تلقاه موجود. بالنسبه لي انا ينجم يساند الجوارات الصغار باش يكبرهم باش يصنعهم، كيف كيف خليل شمام، كيف كيف محمد علي اليعقوبي، انا بالنسبه لي انا محمد علي اليعقوبي، خليل شمام، كوليبالي، برشا جوارات مثلا، ودربالي، بالنسبه لي انا كهو بحق بحق كهو. بالنسبه لي انا اذا كان مازالوا باش يلعبوا صحيح مازالوا باش يقدموا ليفاف، اما لازم الاولويه للشبان، اولويه لشكون؟ للشبان. الشبان اذا كان ما نعطيهمش الفرصه نتاعهم ما همش يرقاو الفرصه نتاعهم جمله واحده، الشبان اذا كان ماكش باش تعطيهم الفرصه ماكش توقفهم على ساقيهم وتخليهم يبنيوا رواحهم وحدهم وحدهم، انا باش نقول لك مش باش تنجح هكاك الايكيب. ايكيب اذا كانت تحب تلعب بانتدابات عشوائيه، ايكيب تحب تلعب بجوارات ما همش ولاد الترجي ما همش يخدموا بقلب ورب، بالنسبه لي انا ماهيش 100% باش تنجح. نجم كلامي ما عجبش برشا جوارات وما عجبش سامحوني برشا عباد، اما باللي باش يكون نجم يكون كلامي فيه نوع من الواقعيه. الترجي الرياضي التونسي لازمها تتعامل مع الشبان بأكثر واقعية، أكثر واقعية. هذا هو آخر الفيديو، ما تنساليش شكل لايك والاشتراك، إن شاء الله وصلت وصلت للقطة هذيا باش نقول لك يعطيك الصحة على المشاهدة الكبيرة اللي عملتها لي، ما تنساليش شكل لايك كان فما غلطة ولا حاجة تنجم تصلح لي في الكومنتات. موعدنا إن شاء الله في الفيديو الجاي، يفولي الفيديو الجاي باش يكون على رافي جعايدي بإذن الله، المدرب القادم تاع الترجي الرياضي التونسي، شنو هو الإنجازات نتاعو، شنو هي رأيي فيه، ما علينا من هذا الكل، ربي يحمي تونس، ربي يحمينا من الكورونا، إن شاء الله ربي يحميكم، ردوا بالكم على أرواحكم.